بعلم اخي المواطن انه ما ضلش علينا في الاردن لتروح الدكان يكون عنده جهاز ليزر وبقول لك بعمل لك ليزر وعرض عرض الصيف مع ابو العبد هيك ضلت يعني. طب ما الذي دعا نقابه الاطباء في هذا الوقت الى وضع هاي الاسس اصلا يعني؟ وشو هاي الاسس؟ الدكتور حازم القرال رئيس اللجنه الاعلاميه في نقابه الاطباء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير سيدي. الله يعطيكم العافيه. دكتور ما الذي دعاكم كنقابه الى وضع اسس اصلا من حيث المبدا؟ شو القصه؟ اولا صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام. حقيقه كما تفضلت يعني اليوم احنا بنشاهد فوضى في استخدام اجهزه الليزر يعني في مراكز التجميل وفي اماكن كثيره وبتنا نشهد. طب احكي لك شغله دكتور، والله رحت انت هذيك المره عند حمام تركي، تعرفهم يعني نروح عليهم حمام، كان عنده اجهزه ليزر. قلت له انت حمام تركي؟ قال لي احنا نقدم خدمه الليزر كمان. صحيح. اليوم في فوضى يعني أجهزة الليزر منتشرة بشكل كبير، والأخطر بأنه يمارسها ناس دخلاء على مهنة الطب يعني مش أطباء، وهي الأجهزة علميا يجب أن يكون استخدامها تحت إشراف أطباء. صح. حقيقة احنا بنواجه المشكلة في منحنيين. المنحنى الأول هو التداخل في الاختصاصات ما بين الأطباء نفسهم، وهذا اللي بدأنا بالعمل عليه من خلال أولا اطلعنا على الأنظمة المعمول بها في دول العالم ودول الجوار واقتبسنا منها. أيضا قمنا بالعمل مع الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الأطباء بوضع وصف وظيفي بحيث يكون محدد كل طبيب شو اختصاصه وما هو المسموح له بممارسته من خلال أجهزة الليزر هاي. تعرف استخداماتها لا تقتصر فقط على إزالة الشعر، إنما لها استخدامات أخرى. صح. والنقطة الثالثة بأنه بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء قمنا بتشكيل لجنة ترأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفيها مندوب من نقابة الأطباء ومندوب من وزارة الصحة، وتعكف هذه اللجنة الأيام هاي على وضع الأسس النهائية لمن يحق له استخدام أجهزة الليزر. ممتاز. الموضوع اللي بحاجة إلى تضافر جهود الحكومة معنا هو دخلاء على مهنة الطب اللي بيستخدموا هاي الأجهزة، واللي إحنا بنشوف اليوم منهم مضاعفات كبيرة، يعني بعض المضاعفات للأمانة من الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه، يعني من بالتجميل بشكل كامل، يعني مش بس أجهزة الليزر إزالة الشعر بتم ممارستها من غير الأطباء، بل في بعضهم بيقوم بحقن الفيلر والبوتوكس والمواد. وفي أطباء دكتور مش أطباء اختصاص كمان يعني دكتور بكون بشيء وماخذ دورة إبر ومش يعني في أشياء مش مفهومة بالنسبة لنا صراحة صارت. لكن إحنا شوف بالنسبة للأطباء إحنا الآن يعني مثلا الطبيب العام، طبيب الأسرة، الطبيب الجراح، أنف وأذن حنجرة، جراحة الوجه والفكين، هذه الفئات يحق لها استخدام الفيلر والبوتوكس ضمن أطر طبية يعني. صح صح. ضمن أطر طبية يعني ما يحق لطبيب جراحة الوجه والفكين لا يحق للطبيب العام. إحنا الآن يعني بصدد الانتهاء من وضع تعليمات واضحة لكل تخصص. حتى الطبيب العام لما بده يمارس بده يكون في دورات معتمدة، مش أي دورة، مثلا دورة اللي بتكون 24 ساعة هاي لا يمكن الاعتراف بها اليوم. في دورات 24 ساعة هي بالضبط. يعني احنا بنشوف حتى يعني في بعض الدورات بيقوم بإعطاها مش أطباء. طيب دكتور اليوم انت بدك تحط أسس لاستخدام أجهزة الليزر، شو هاي الأسس يعني زي شو؟ يعني الآن أجهزة الليزر زي ما حكيت لك استخداماتها لا تقتصر فقط على إزالة الشعر. مثلا أطباء النسائية والتوليد لهم استخدامات في أجهزة الليزر. الأسس بتكون واضحة التعليمات أنه ما يحق لطبيب الجلدية استخدامه، 1 2 3 الطبيب الجراح ما هي الأطر التي يحق له استخدام أجهزة الليزر ضمنها، طبيب الأسرة، الطبيب العام، ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الطبيب بحيث يحق له استخدام جهاز الليزر. الأمور بدها تكون واضحة ضمن نظام وضمن قانون معين. طب دكتور شو بالنسبة للمراكز التجميل والأمور الأخرى يعني؟ مراكز التجميل إحنا اليوم كنقابة أطباء إيدنا ممدودة للحكومة، بتعرف نقابة الأطباء ليس لديها ضابطة عدلية. إحنا بحاجة للتعاون مع الحكومة الذين يملكون الضابطة العدلية بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كل من يمارس المهنة وهو ليس بطبيب، لأن المضاعفات اليوم اللي إحنا صرنا نشوفها وخاصة من حقن الفيلر والبوتوكس، يعني في بعض المرضى بيراجعونا يتم الحقن لهم بشكل خاطئ، هناك موت بأنسجة الجلد بالوجه، هذا تشوه لا يمكن إعادته إلى ما كان عليه. وبالتالي لازم يكون في إجراءات صارمة اليوم ولازم تتعاون معنا جميع يعني دكتور في مقبل الأيام مش راح نشوف هاي الفوضى في الصالونات ومراكز تجميل غير المختصة في وين ما تلف وجهك تلاقي لك جهاز ليزر ويقول لك تعال عاملين عرض، يعني نبذل جهودنا بحيث يتم ضبط الأمور. كل الاحترام الدكتور حازم القرال لرئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء. شكرا يا دكتور ونهارك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا.